الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك في كورس CSI كلام. معاك المهندس عمرو ربيع، هكون معاك على مدار الكورس ده على منصة ابيك التعليمية علشان اشرح لك وافهمك ايه هو برنامج CSI كلام وليه بنستخدمه وامتى بنستخدمه وهو بيفيدنا ازاي. في المقدمة دي خليني بس الاول اعرفك البرنامج ده اتعمل ليه وبيعمل ايه بالظبط. برنامج CSI كلام هو برنامج متكامل لتحليل وتصميم الأعمدة الخرسانية أو المعدنية أو حتى الكومبوزيت سيكشنز. إذن هو برنامج متخصص في تصميم القطاعات وليس في تحليل وتصميم المنشآت ككل، يعني ما يعتبرش زي الإتابس ولا زي الساب ولا زي السيف، هو يعتبر مكمل ليهم. أنا ممكن أجيب عمود أو أجيب شير وول أو أجيب قطاع خرساني معين أدخله ضمن منشأ كامل على برنامج الإتابس أو على برنامج الساب أو على برنامج السيف حتى، وطلع النتائج اللي موجودة عليه سواء كان رد فعل عمودي أو كان مثلا مومنت أو الكلام ده، وأبدأ أخد القطاع بتاعي على برنامج CSI كلام علشان أطلع قيم التسليح الخاصة بيه. إذن أنا في CSI كلام ما عنديش حاجة اسمها إن أنا هعمل أدوار ولا إن أنا هرسم سطح كامل ولا إن أنا هرسم فلور ولا إن أنا هرسم اتجاه X وY وزد وأعمل جريدات ولا الكلام ده كله. أنا كل اللي بعمله إن أنا برسم قطاع خرساني وأبدأ أدخل قيم اللودز اللي عليه علشان أطلع التسليح بتاعه. البرنامج بيقدر يصمم على الأحمال الرأسية، على المومنتات اللي في اتجاه X، على المومنتات اللي في اتجاه Y. وميزة برنامج CSI كولم انه يقدر يصمم العنصر الواحد او القطاع الواحد على عدد لا نهائي من حالات التحميل، وكل ده ما بياخدش اكتر من ثواني. يعني البرنامج اصلا بيكون مديك افتراضا عدد 50 حالة تحميل، وليكن انا عايز اصمم قطاع معين وعايز اشوف حالات التحميل كلها علشان اشوف انهي فيهم الكريتيكال او اللي هتديني اكبر قيمة للتسليح. اقدر اصمم على الخمسين حالة كلهم بنفس الامر في نفس اللحظة، والموضوع ما بياخدش مني اكتر من ثواني. كذلك البرنامج بيوفر لي ميزة قوية اسمها CSI كلام اوتو ديزاين، ان البرنامج هو اللي يبدأ يعمل عملية التصميم بشكل اوتوماتيك وفقا لبعض المعايير او القواعد اللي انا هحددها له، وده هنشوفه ان شاء الله في المحاضرات بعد كده. البرنامج كمان في ميزة مهمة ان هو يقدر يحسب العزوم اللي هتحصل نتيجة الانبعاج اللي هو الباكلينج، ودي طبعا ميزة ممتازة جدا. انت بتبدأ تديله الفيكسيشن بتاع العمود من فوق مثلا هنجد ولا بارشالي فيكسد، من تحت فيكسد ولا بارشالي فيكسد ولا هنجد وهكذا، ويبدأ هو يحسب قيمة الكي بتاعة العمود ويبدأ يحسب لك المومنتات اللي هتحصل نتيجة السلندرنس اللي موجودة. كذلك البرنامج بيدي لك في الاخر معظم الكيرفات اللي انت ممكن تحتاجها، زي الانتراكشن سيرفيس، زي اللود او المومنت كيرف، زي المومنت مومنت كيرف اللي هو الام اكس والام واي، وزي حاجه اسمها الام كيرفيتشر كيرف اللي هي المومنت كيرفيتشر كيرف. وكل الحاجات دي باذن الله هنشوفها في وقتها لما نيجي نشرح على البرنامج. وطبعا مش محتاجين نقول ان البرنامج من اصدار شركه CSI الامريكيه، اللي هي نفس الشركه اللي اصدرت برنامج الايتابس وبرنامج الساب وبرنامج السيف وغيرها من البرامج. طبعا بما ان هي نفس الشركة يبقى احنا نقدر نمشي بنفس الآلية بتاعة العمل على برامج CSI اللي اتكلمنا عليها في كورسات الإتابس والساب والسيف، اللي هي الخطوات بتاعتك بتاعت النيو موديل والديفاين ماتيريالز وهكذا. بس خلينا الاول نفهم ايه البروسيس اللي البرنامج بيمشي بيها، او الآلية اللي البرنامج بيبدأ يشتغل بيها او يفكر بيها، لان برنامج CSI كلام هو برنامج بسيط جدا يعني برغم اهميته. انت الاول بتبدأ بتعريف الماتيريال بتاعتك، ببدأ اعرف الماتيريالز اللي هشتغل بيها سواء خرسانة او حديد، وبعد كده ببدأ اعرف الكروس سيكشن بتاعي اللي هو ابعاد القطاع وشكله هيكون عامل ازاي، وابدأ اشوف هل انا محتاج اخد في الاعتبار قيمة نسبة النحافة اللي هتحصل في القطاع ده ولا لا. وارد يكون العمود اللي موجود معايا لونج كلم، فانا محتاج ان انا اخد في الاعتبار نسبة النحافة علشان اخد تأثير الباكلينج معايا. لو هاخد نسبة الانبعاج دي في الاعتبار يبقى لازم اروح اعرف الفريمينج تايب اللي احنا بنقول عليها في مصر الدرجة الفيكسيشن، يعني العمود فيكسد ولا هنجد ولا بارشالي فيكسد ولا فري وهكذا. بعدها ببدأ أعرف الكومباينيشنز في حالة البريزد وفي حالة الأمبريزد. لو تفتكر في تصميم العمود اللونج كولم كان في عندك جدول للبريزد وجدول للأمبريزد، فببدأ أعرف له الحالات بتاعت البريزد والحالات بتاعت الأمبريزد. بعدها بيبدأ البرنامج يحسب قيمة المومنتات الإضافية اللي هتحصل نتيجة الباكلينج، ويبدأ يدخل على حاجة اسمها الكاباسيتي تشيك ريزلتس. يعني البرنامج هنا بيبدأ يدي لك حاجة اسمها الكولم كاباسيتي ريشيو،
الكلام كاباسيتي ريشيو يعني بيجيب لك قيمه الكيو اكشوال يقسمها على الكيو اللوبل بتاعه القطاع اللي انت عرفته بالابعاد دي، ويقول لك والله القطاع ده بالتسليح ده يقدر يشيل قد كذا، والقيم الاكشوال اللي هتيجي عليه قد كذا، يقسم الاكشوال على الاللوبل يدي لك قيمه معينه، القيمه دي لو تخطت الواحد يبقى اذا القطاع ده انصيف مش هيقدر يتحمل الاكشوال اللي جاي عليه، لو القيمه دي اقل من واحد يبقى اذا القطاع ده سيف والتسليح اللي مفروض جواه تسليح امن. طيب لو انا بقى مش عايز اخد في الاعتبار نسبه النحافه، يبقى بعد تعريف الكروس سيكشن هدخل على طول على الديفاين بتاع اللودز البي والام اكس والام واي، وتلقائي على طول هبدا احسب الكاباسيتي ريزلتس بتاعه القطاع بتاعي، مش محتاج ان انا امر بالخطوات بتاعه السلندرنس. وفي الحاله دي وقت الشغل على البرنامج كله للقطاع الواحد ممكن ما يكملش معاك اصلا 10 دقائق. يبقى دي كده اسمها البروسيس او الطريقه اللي البرنامج بيبدا يشتغل بيها ويفكر بيها. دي بس كده كانت مقدمة عن البرنامج. قبل ما نكمل محتاج ان انا نوه على ملحوظة مهمة جدا، البرنامج نفسه حاططها في المانيوال بتاع البرنامج، ان هو بيديلك حاجة زي ان هو بيتنصل من المسؤولية، او بمعنى اصح كأنه بيقولك ان احنا تعبنا علشان نقدر نعمل البرنامج، بس ده لا ينفي ان وارد يحصل اي خطأ اثناء الحل، وارد يكون في نسبة خطأ، فبالتالي مهم جدا ان انت كمستخدم تكون فاهم كويس جدا الاساسيات بتاعة التصميم، وتكون فاهم دقة النتائج اللي طالعة ومدى منطقيتها صح ولا غلط، علشان الناس اللي بتبدأ تعتمد على البرنامج وتثق في البرنامج ثقة عمياء، لا ابقى فاهم النتيجة اللي طالعة دي منطقية ولا مش منطقية، النتيجة دي ينفع ان انا اكمل عليها واشتغل ولا فيها حاجة مش مظبوطة، فابدأ اراجع تاني الحاجات اللي انا عملتها. فدي طبعا ملحوظة كان لازم ننوه عنها في المقدمة بتاعت برنامج السي اس اي كلام. كده انا تقريبا فهمتك البرنامج بيعمل ايه، شرحنا مقدمة بسيطة عن البرنامج. الفيديو اللي جاي بإذن الله هنبدأ ندخل بقى على الانترفيس بتاعت البرنامج، ونبدأ نشوف البرنامج ده من جوه عامل ازاي، وازاي نقدر نتعامل عليه. نكمل ان شاء الله مع بعض في الفيديو اللي جاي.